أنت والآخر. شوطنا السابع عشر الذي أعلنت انطلاقته منذ لحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، شوط خاص. شوط خاص مشاهدينا متابعينا الكرام بالإذاعة البكار المحليات الأصايل. شوطنا السابع عشر اللي يحمل في طياته الأسامي والشعارات المتميزة، انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع مشاهدينا متابعينا الكرام. والتوقيت ما زال صامدا تحت أقدام سيطرة صاحبة الكاس المفتوح في مساء هذا اليوم. 9 دقائق 4 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد، لسهيل بن سعيد بالكيلة العامري. نسير بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع ريام اللي على مقدمة هذا الشوط، المبارك بالعود العامري تندفع منذ البداية بالصدارة وبالناموس. ننطلق مع المركز الثاني، نتابع أراضي في ثاني المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام. لعلي بن حمود الظاهري تاتي ثانيا، بينما ننطلقنا مع المركز الثالث بقرة دلال وشعار عبد الله بن طويرش الوهيبي في ثالث المراكز. رابعا جبارة شعار رغش بن حمد بن خيرات العامري. النقلة التالية على المركز الخامس، وفي خامس المراكز من الجانب الآخر أرهناكم صيحة شعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري الشعار الأبرز في هذا المهرجان. نتابع من الجانب الآخر شعار فيصل بن طالب بن شريم المري يتدخل أيضا وينطلق مع المركز الخامس. سادس المراكز القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام من الشايب المبارك بن محمد بن نصرة العامري. ننطلق مع المركز الثامن، نتابع ثامن المراكز وأرى التسلل في هذه اللحظات. أرهني شاهينية لراشد بن ناصر بن سعيد اليابري في ثامن المراكز. وتاسعا القدوم أيضا لثواني سالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي في انطلاقة ثواني على المركز التاسع. وعاشرا نتابع التحديات أيضا للخوارة خلف بن راشد النايلي في انطلاقة الخوارة على المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الأول للعشر المراكز الأولى والجولة الأولى مع العشر المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع الصدارة، نعود مع المقدمة مع التحديات الجميلة مشاهدينا متابعينا الكرام وعبر قناة دبي ريسينج. نتابع هناك أيضا الاندفاع وأريام أريام 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 على الصدارة تغرد خارج هذا السرب بالفعل منذ البداية. مبارك في العود العامري يتابع أريام، ينطلق مع أريام بالصدارة. ننطلق مع المركز الثاني وأرى التحديات من ضي لعلي بن حمودة بن علي الظاهري تاتي ثانيا. المركز الثالث التحدي من دلال عبد الله بن طويرش الوهيبي. النقلة التالية على المركز الرابع وأرى الشايبة لمبارك بن محمد بن نصر العامري. الدور دور المركز الخامس شعار رغش بن حمد بن خيرات العامري يتدخل مع جبارة. وسادسا من الجانب الآخر مصيحة وشعار محمد بن زايد المنصوري ممثل الغربية بالفعل في هذا الانطلاق الجميل. ننطلق مع المركز السابع، سابعا أرى التحديات من شعار فيصل بن طالب بن شريم معديمة على المركز السابع. وثامن التحديات والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام ثواني سالم بن محمد بن ضبيعة في انطلاق الثواني على المركز الثامن، بينما انطلقنا إلى تاسع المراكز بقرة ارتباك لمحمد بن سعيد بن خالص العامري. يا سلام بانطلاقة ارتباك، وأتمنى أنها أيضا تقدم أداء
متميز. المركز العاشر مختاره لعلي بن سالم بظفيره العامري في انطلاقة مختارة على المركز العاشر. هذه النتيجة. ندانا الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى، وأريام تغني، أريام تغني يا سلام بصدارة هذا الشوط. أريام من فردة منذ البداية، ومبارك بالعود العامري يتابع أريام، ينطلق مع أريام بالصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام، ننطلق مع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، ورا نتابع 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 ضي نتابع ضي، والشعار ضي بالفعل في هذا الأداء الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، ضي شعار علي بن حمودة بن علي الظهري، شعار حقق الإنجازات مشاهدينا متابعينا الكرام منذ فترة طويلة. من الجانب الآخر بصيحة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وأرهني دلال تتدلل على رابع المراكز في هذه الانطلاقات الجميلة. دلال عبد الله بن طويرش الوهيبي الدور دور المركز الرابع، وأرديمة شعار فيصل بن طالب بن شريم يتدخل مع ديمة على رابع المراكز. خامس سنة القدوم أيضا لجبارة شعار رغاش بن حمد بن خيرات العامري. المركز السادس المبارك بن محمد بن نصر العامري مع الشايبة في سادس المراكز. بدت الأوامر تشتعل وحرارة الشوط ترتفع مع المنعطف الأخير مشاهدينا متابعينا الكرام. التحديات جميلة والموقف خطير، الموقف خطير، ولكن نتابع 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 أريام، نتابع أريام. أريام على الصدارة، أريام على المقدمة منذ البداية، ومبارك مبارك بالعود العامري، مبارك بالعود العامري، مسيطر 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 ومركز مع هذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، أريام على الصدارة، والسيارة السيارة في الانتظار، السيارة في الانتظار. ننطلق مع المركز الثاني، نتابع أيضا ضي، ضي في المركز الثاني، ولكن التحديات والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام من نصيبة شعار سيب خلفان الغويص يتدخل، يتدخل في أول ندى، في أول ندى، ولكن انطلقت انطلقت أريام، انطلقت أريام، يرت الشوط ير أريام. يا سلام يا سلام يا سلام. ومن الجانب الآخر مصيحة مصيحة مصيحة، صيحة الفوز، صيحة الناموس، صيحة التحدي مع شعار محمد بن زايد المنصوري في ثاني المراكز. والمركز الرابع جبارة شعار رغاش بن حمد بن خيرات العامري، وأرى ثواني لسالم بن محمد بن ضبيعة تتدخل على المركز الخامس، ولكن أريام 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 أريام، ومصيحة قادمة تعلن التحدي، تعلن الإثارة. يا سلام يا سلام، أريام 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 أريام، ومصيحة مصيحة، ولكن أريام أريام صامدة، أريام تغني والشاعر يلحن بالفعل. أريام تغني تطرب تطرب المتابعين والمستمعين. يا سلام، والشاعر أيضا والملحن يلحن يلحن مع أريام بالأداء المتميز. انطلقي يا أريام، ومصيحة قادمة، مصيحة الفوز، مصيحة النافوس، ولكن يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ضيف المركز الثالث يا سلام، علي بن حمودة بن علي الظاهري. يا سلام، ضي ومصيحة، وأريام أريام ومصيحة وضي، والموقف خطير، ولكن أريام ومصيحة تتسلل تتسلل مصيحة، وضي قادمة. يا سلام يا سلام، مصيحة مصيحة مصيحة، صيحة الفوز، صيحة الناموس في الأمتار الأخيرة. سلام يا الغربية، سلام، تحية واحترام، واسعد الله مساكم. تهانينا لأبو زايد محمد بن زايد المنصوري المركز الثاني أريام، مبارك بالعود العام للمركز الثالث ضي، لعلي بن حمودة بن علي الظاهري المركز الرابع جبارة، لرغاش بن حمد بن خيرات العامري المركز الخامس، لعلي بن محمد الوهيبي البقية بن حين الأعضاء خط النهاية. نعود مشاهدينا مع متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني والتحديات في هذا الشوط، ولكن مصيحة تنتزع الصدارة في الأمتار الأخيرة. 9 دقائق 17 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن زايد المنصوري
والنقطة الرابعة في هذا المساء سلام يا الغربية سلام، بينما اللي وصلت المركز الثاني أريام 9 دقائق 18 ثانية وفاء وتماما تهانينا لمبارك بالعود العامري. ضي تصل في المركز الثالث تهانينا لعلي بن حمودة بن علي الظاهري، تهانينا لجميع الفائزين.